مسألة جدل شوية حول مسألة العلاج المنزلي. البعض يفضل العلاج المنزلي، يعني أنا واحدة من الناس لا قدر الله إذا أصابني يعني فيروس كورونا هفضل العلاج المنزلي، والبعض متخوف على أسرته وكمان متخوف إنه يحتاج مثلا لمسألة الأكسجين أو مشاكل تنفسية فيحتاج المستشفى. أيهما أفضل ولا هو على أساس الحالة فقط؟ لا يوجد أفضل أو أسوأ، ولا يوجد تفضيل عند المريض. القرار هو قرار طبي، وقرار طبي واضح وصريح. أنا بقول أنا تم الأول، خلينا نبتدي من مرحلة اشتباه الدكتور ياسمين. أنا اشتبهت، أنا جالي أعراض، أنا شايف إن هي أعراض تنفسية أو أعراض جهاز هضمي أو إن أنا فقدت حاسة الشم أو فقدت حاسة التذوق. طلبت رعاية طبية مبكرة. أول حاجة بيتعمل أشعة مقطعية على الصدر وصورة دم كاملة توضح خلايا كرة الدم البيضاء والخلايا الليمفوسايتس اللي موجودة في كرة الدم البيضاء. هنا هيتم تقييم الحالة لواحد من 4 حالات، يا بسيطة يا متوسطة يا شديدة يا شديدة الخطورة. العزل المنزلي لم يذكر إلا للحالات البسيطة والحالات اللي هي بنسميها لو ريسك مودريت كيس، الحالات المتوسطة. إيه هي الحالات دي؟ إن أنا عندي عرض وعندي تغيرات في صورة الدم والأشعة المقطعية يا إما سليمة تماما أو مظاهر الالتهاب فيها ضعيفة جدا. ده العيان اللي ينفع يبقى فيه عزل منزلي. هل هي دي الشروط بس؟ لا، العزل المنزلي يضمن شروط أخرى، إن ما يكونش مريض قلب وإن كويس، أو ما يكونش مريض ضغط أو سكر وإن الضغط والسكر بتوعه مش مظبوطين، أو مرضى السمنة المفرطة. لو كل الشروط دي توفرت يبقى هنا ينفع العزل المنزلي، والعزل المنزلي هنا بقى هيجيب نتيجة مع العلاج اللي هيتم وصفه بواسطة طبيب متخصص حسب بروتوكول وزارة الصحة المصرية. لكن مرضى الالتهاب الرئوي الشديد في الأشعة المقطعية، أو المرضى المصابين بنقص أكسجين، أو عدد مرات التنفس في تسارع في التنفس، أو في تسارع في ضربات القلب، أو عندهم أمراض مزمنة غير مسيطر عليها والعلاج بتاعهم اللي بياخدوه، رغم إن هما بياخدوا العلاج الدوائي للمرض المزمن، لكن هذا المرض المزمن غير مسيطر عليه، ده لا يجوز أن يعزل منزليا ولابد أن يتحول للمستشفى. طيب. هنا المستشفى بس مش عشان يتلقى الأكسجين. نعم، مش عشان بس يتلقى الأكسجين، لكن حضرتك بتوضح إنه هو في أمور تانية إذا كانت الحالة تستدعي المسألة، مش مسألة اختيارية. بس حضرتك الحقيقة يا دكتور اتكلمت في نقطة مهمة أثناء حديثك لما اتكلمت عن مسألة الأعراض اللي هي فيما يتعلق بفقد حاسة الشم والتذوق وغيره. عايزين نعرف هل هي أكيدة في كل الحالات ولا في حالات وحالات، بالإضافة إلى عرض آخر سمعنا عنه مؤخرا متعلق بالطفح الجلدي، برضو أعرف تعقيب حضرتك عليه. أعراض الكورونا أو COVID-19 يزيد عن 17 عرض يا دكتور ياسمين. عشان كده بيقول اي مريض يشتكي من اي عرض اصبح ليس بمريض كورونا. عشان نثبت هذا هنعمل اشعه مقطعيه وصوره دم. لو توافر 2 من 3 دول موجودين لازم نتاكد بعمل المسحه. فالمسحه هي الوسيله الوحيده المؤكده لتشخيص مرض الكورونا او COVID-19. اذا ثبت، لكن أصحاب الأعراض المتوسطة والشديدة بتبتدي العلاج من أول لحظة الاشتباه. لكن مسألة يعني الطفح الجلدي ومسألة اللي هي يعني حاسة الشم وفقد حاسة الشم وحاسة التذوق، دي مسائل يعني أعتقد دلوقتي متعرف عليها فيما يتعلق بكورونا. بس حضرتك أوضحت اللي عنده أعراض يروح يعمل تحليل الدم والأشعة المقطعية، إذا ثبت أنه يحتاج إلى المسحة فبالتالي يروح يعمل المسحة. تمام جدا، كلام 100% صح. نعم. طيب.